السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفون نوتخ شين اوبورتونيتي بوغ يوسير. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الاولى اعدادي من كتاب باركور فرونسي. اذا غادي نشوفوا لا سيكونس 4 لا باج 39. دونك ديجا شفنا لي سيكونس اللي قبل، دابا وصلنا لا سيكونس 4، غادي نشوفو لا باج 39. اذا شنو عندنا في هاد لا باج 39 ولا في لا سيكونس 4؟ عندنا ديكريغ لي بيرسوناج دان كونت. دونك حنا دابا تنهضروا في هاد من شحال هادي، تنهضروا على ان كونت. وصلنا لكيفاش غادي نحاولوا نوصفوا لي بيرسوناج ولا الشخصيات ديال واحد لو كونت. اذا عندنا اورال فير سون نوتو بورتري او لو بورتري دون بيرسون سيليبر. اذا غادي نحاولوا نديروا ونوصفوا حنا راسنا ولا نحاولوا نديروا واحد الوصف ديال واحد الشخصيه مشهوره. اذا انا غادي نحاول نديرهم بجوج. دونك بالنسبه نشوفوا نقراو شنو عندنا. جو بسيرفي جو كومبرون. بالنسبه لهذا لو سوجي ولا الموضوع اللي عندنا هو سو فورم دان جو. اذا نتوما غادي تحاولوا ديروا بحال واحد اللعبه في الكلاس في القسم. vous allez faire votre autoportrait ou le portrait d'une personne célèbre de votre choix en vous aidant de la boîte à outils ci-dessous. vos camarades vont confirmer ou non votre description. Donc, نتوما في القسم ديالكم غادي تحاولوا ديروا بحال واحد اللعبه، تحاولوا ديروا واحد الاوتوبورتري، تحاولوا توصفوا راسكم ولا توصفوا واحد الشخصيه مشهوره. دونك لي كاميرات ديالكم غادي يحاولوا ياكدوا لكم واش لا ديسكريبسيون ديالكم دازت مزيان ولا لا، ولا ناقصها شي حاجه. اذا قال لكم باش تستعنوا بهاد لا بواطا اوتي ولا هاد لا بواطا مو اللي عندنا هنايا اللي تحت من هذا. دونك هنايا باش نديرو هاد الوصف ديالنا ولا هاد لا ديسكريبسيون ديالنا. اذا جولي لا بواطا اوتي سويفونت. اذا عندنا بالنسبه لاسبي جينيرال اللي هي الهيئه العامه، ممكن نقولو ايلونسي، مانس، ماغر، سفيلت، ترابو، بودونون، روبوست، غران، غرو. بالنسبه لاتا اللون ديال بلوتو لوتا اللون ديال البشره، عندنا ممكن نقولو بال شاحب، بلام، روجو، برونزي، فخي. بالنسبة لروغار نقولو إتانسولون، فخوا، أوتان، بينيترون، فيف، بيرسون، فاغ. بالنسبة لفيزاج الوجه نقولو رون، ألونجي، أوفال، أونغولو، بلان، gras, carré, maigre. بالنسبة لي cheveux شعر، bouclé, court, abondant, long, ondulé, souple, soyeux, crépu, blanc, noir, roux. بالنسبة les yeux العينين ممكن نقولو saillant, enfoncé, rond, en amande. بالنسبة la couleur des yeux اللون ديال العينين ممكن يكونو bleu, gris, marron, noir, noisette. بالنسبة le nez, nif, plat, droit, en trompette, cassé, aquilin, écrasé. بالنسبة les lèvres, شفتين, épaisse, charnue, mince, fine. بالنسبة la bouche, الفم, petite, grande, pendante, tordue, bée. اذا بالنسبه للسؤال الاول شنو غادي نحاولوا، جو كومبرون لي ريغل دو جو. اذا نحاولوا نفهموا شنو هما هاد القواعد ديال هاد اللعبه هادي ديالنا. جو دو فير اورالمون نوت بورتري اون ميدون دو لا بواط اوتي، مي كاماراد فون لو كونفيرمي اون نو. اذا غادي نحاول ندير هاد الشيء اورالمون، نحاول ندير واحد الوصف، نحاول نوصف راسي اذا باستعمال هاد لا بواط اوتي. اذا اون ميدون دو لا بواط اوتي جو ديكريغي oralement quelqu'un, une personnalité marocaine, une célébrité, un professeur, etc. Mes camarades doivent les reconnaître. Je rappelle la structure de la phrase descriptive. باش نبرندير الوصف ترتو البال بان تنديرو اما لو نوم بلس فيرب اتر بلس ادجيكتيف ولا لو نوم بلس لو فيرب افوار بلس لو نوم بلس ادجيكتيف. اذا انا حاولت نحط لكم واحد لو دو بورتري ديال واحد البنت تتهضر، يعني تتحاول توصف راسها ممكن تستافدو منه. دونك هاد البنت هادي تتحاول توصف راسها، تدير ان نوتو بورتري. اذا هو هذا اللي مكتوب قدامكم.
Je suis une fille aux cheveux lisses. J'ai les yeux marrons. J'ai la bouche pas très grande, mais pas non plus petite, avec des lèvres assez pulpeuses, un visage rond. Je ne suis pas très grande de taille. Je suis surtout souriante et sympathique, mais on me dit souvent qu'au premier regard, j'ai l'air froide et malsaine. Mon caractère est d'être assez gentil. J'aime aider les personnes et leur donner des conseils quand je peux. Je déteste entendre qu'on a parlé derrière mon dos au lieu de me le dire en face et de régler les choses ensemble pour pouvoir me justifier. J'aime me vêtir de façon élégante, sans être trop provocante. La plupart du temps, je me vêtis avec un jean slim et des hauts prix de corps. J'adore que mes vêtements soient assortis avec mes accessoires. Donc, هذه واحد البنت تحاول تحاول دير واحد لو بورتري ديالها. دونك نحاول نشرح لكم هذه الكلمات. اذا قالت لكم جو سوي اون في او شوفو ليس، عندها شعرها مطلوق يعني رطب ليس. جي لي زيو مارون، عينيها مارون. عندها جي لا بوش با تري grande mais non plus petite avec des lèvres assez pulpeuses donc عندها فمها ماشي كبير وماشي صغير وشنايفها يعني بحال ماشي يعني زوينين ان فيزاج رون وجهها ضايع قالك هي ماشي طويله ماشي كبيره في لاطاي يعني ما طويلاش يعني في لاطاي ديالها وهي جو سوي سورتو سوريونت اذا هي ديما مبتسمه وسامباتيك يعني الناس فاش يشوفوها كيقولوا بانها هي بحال لا عندها لير فخواد اي مالسين يعني بحال لا جامده بحال هكاك الكاركتر ديالها ولكن هي تري جونتي قالك عزيز عليها باش تعاون الناس وما تتحملش شي واحد اللي يهضر ليها ورا ظهرها يعني تتبغي باش اذا كان شي واحد عنده معاها شي حاجه يقول لها ليها باش يحاولوا يقادوا الوضع بالنسبة للباس ديالها قالك هي تتبغي تلبس شي لباس اللي يكون أنيق غالبا تتلبس ان جين سليم يعني جين سليم وديو بخي دو كوغ يعني داك الفوقاني تيكون قريب من لو كوغ دونك تتبغي دير دي فيتمون اسورتي يعني تحاول تناسق الملابس ديالها مع لي زاكسيسوار ديالها دونك هذا هو ان تو بورتري ديال واحد البنت دونك كل واحد غادي يحاول يديرو ان تو بورتري ديالو بالنسبه للحاجه الثانيه فهاد جو مونترين غادي نحاول نكتب لكم شويه على اون بيرسون سيليبر دونك هنايا على واحد الشخصيه مشهوره دونك جو بريزونت اورالمون مون تو بورتري هو اللي هضرنا عليه الفوق هو اللي هضرنا عليه قبل جو لي لو بورتري دون بيرسون سيليبر دونك هنا غادي نحاول ندير لكم لو بورتري دون بيرسون سيليبر جو بارتيسيپ او جو دو ريكونيسونس دي بيرسون دي كري جونري سي مون بورتري جو لو اورغانيز سولون لا ستركتور سويفون بورتري فيزيك او بورتري مورال جو ديسين لو بورتري دان بيرسوناج كو نو افون دي كري اون كلاس او بيان جو دي كري ان بيرسوناج ديسيني بار مي كامارات دونك وبالنسبه لجو مي فالو جو كومبار مون اوتو بورتري ا لون دو مي فوتو بوي جو فيريفي سي ما ديسكريبسيون اي بريسيز دونك انا غادي نحاول نحط لكم واحد البورتري ديال اون بيرسون سيليبر دونك elle est née le 2 février 1977 à Barranquilla en Colombie. C'est une auteure compositrice interprète colombienne. Elle est grande et mince. Elle a de longs cheveux blancs et frisés et les yeux marrons. Il joue de la guitare, de l'harmonica, de la batterie et du piano. Il est marié et il a deux fils. Donc, بالنسبة أكيد أنا حاولت ندير لكم واحد une description بريف يعني ما يكونش فيها بزاف وأكيد راكم تعرفتوا على هاد لا بيرسوناليتي ولا هاد لو بيرسوناليتي ولا هاد لا بيرسون سيليبر دونك هذه هي شكون هي هي لا شونتوز كولومبيان هي المغنية الكولومبية شاكيرا إذا لا شونتوز كولومبيان شاكيرا إذا لهنا نكون وصلنا للنهاية ديال الدرس ديالنا نتمنى تكونوا استفدتوا نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعينا بلو بارتاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم
واللي عنده شي سؤال ولا استفسار ممكن يتواصل معنا سواء على صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله.